بالنسبه لهذا القرار ديال دونالد ترامب، هو ماشي الا جيتي تشوفوا تفكروا فيه، هو ماشي قرار اللي هو جديد في السياسه الامريكيه. هو كانوا كيبريباريو ليه شحال هادي، هو غير ترامب غير بحال شي النقطه التي افاضت الكاس كما كنقول. بالنسبه لي انا مسلم صراحه، بقى في الحال بزاف وكنتمنى يا ربي يحرر لنا القدس ديالنا، بان القدس راه يعني راه من البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وراح حشومه كاع ما يترفعش فيها الاذان وما يصليوش فيها المسلمين، وش نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. بالنسبه ليا بين نقل العاصمه من اسرائيل القدس، يعني شي حاجه اللي يعني كمسلمه انا كاهانه، يعني في نظرك كنقولوا حنا بحال كيصب الزيت على العافيه، يعني كيدير واحد الحرب واحد الفتنه ما بين العرب، لان ذاك المكان مقدس معروف انه المسلمين، علاش بالضبط اختار ديك المنطقه بالضبط ذاك القدس؟ يعني هنا اي واحد كيفكر بان يعني السبب او مثلا يعني هو يديروا الفتنه، يعني الاساس ديال هذه المساله هو الفتنه. اول حاجه هو ان العرب بحال مغمضين على هذه المسائل هذه، وكما كنقولوا يد وحده ما كتصفقش. الوغ لا اش بغيت نقول لك، بحال دابا التحركات منين جايه من جلاله الملك، جايه من اردوغان ديال تركيا. هاد جوج الناس وجوج العناصر هما اللي غادي يقدروا يديروا شي افاده، ما غايقدروش يديروا شي افاده، ما كاين حتى شي حاجه. بحال دابا واحد القضيه كلهم هاد العرب هادو ناعسين، اذا الا بقاو ناعسين راه اللي بغاو التحركات ما عمر غادي تكون، وما عمر غادي تكون واحد المصداقيه، وما عمر غتكون بزاف ديال الحوايج. عاصمه القدس كتبقى عاصمه فلسطينيه، ولا قبلتين ثاني الحرمين راه مكان مقدس بعد مكه، راه ثاني بلاصه زعما اراض مشرفه بعد مكه المكرمه. ان شاء الله يكون على الخير ان شاء الله. الدول الاسلاميه كنتمنوا يصدروا شي قرار حتى هما يقطعوا الدول، راه ماشي مسلمين راه كثار، راه خصنا نتحدوا كاملين، حنا مسلمين حنا كاملين خصنا نتحدوا، يعني العرب كاملين جميع الرؤساء وجميع. وبالنسبه سميتو الرئيس الوحيد اللي كنلمس فيه بانه بقى فيه الحال هو رئيس ديال تركيا اردوغان، هو الوحيد بالنسبه لي انا، بالنسبه لي اللي حرك فيه شي حاجه بانه بقى فيه الحال والشعب ديالو يعني بقى فيهم الحال. ما بالنسبه للشعوب الاخرى راه غير كيبقاو يدويو ويدويو ويدويو والزلافيتات وما كاين والو. لا ما كاينش تفاؤل، لان داك بالنسبه كمسلمه واي مسلم راه اكيد ما غاديش يعجبو الحال، لان كيمس الدين الاسلامي خاصه. يعني بالنسبه لي انا ما يزيد المشاكل ما بين المسلمين والاسرائيليين والفلسطينيين خاصه، يعني والضحيه الاولى هما الفلسطينيين، لانه ما غايصبروش على هذه المساله، واكيد غتكون مشاكل وغيكون يعني صداع من هنا لقدام كثر. نورمالمون خصها تكون وقفات، وماشي وقفات غير في المغرب ولا في تركيا، خص في جميع الدول، وسيرتو جميع الدول اللي تنقول الدول العربيه اللي عندهم غيره على القدس، وغير على، لان القدس هذه 52 عام ولا اكثر ولا 60 عام ديال سميتو، وحنا باقي كنسمعوا نفس الاحداث نفس سميتو. هادو تعدوا عليهم خرجوهم داروا لهم، ولكن ما كاين. انا نقولها لك، واخا تزيدي واحد 20 عام اخرى غادي يبقى ديما بحال هكا، الوضع غادي يبقى ديما ما عمرو غادي زعما نقولوا غنزيدوا لقدام، راه جامي نزيدوا لقدام. الا كانت غير جوج ديال الناس جلاله الملك واردوغان، راه الا ما تحركوش هاد جوج ديال الناس وحركوا معاهم الناس الاخرين، وتكون قمه عربيه، خاصه تكون قمه عربيه، وقمه عربيه بمعنى الكلمه. الا ما كانش بمعنى الكلمه غير الهضره ولا سميتو، راه ما كاين حتى شي حاجه. لا متفائل، حاجه اللي مذكوره في القران راه عمرو ما يترطاو تاعيه، وراه ما عندهم يديروا. هذيك البلاصه راه كتبقى ديما اراضي المسلمين، راه واخا يحتلوها تاعيه، راه حاجه مذكوره في القران، راه باينه، راه في الاخر راه غترجع للمسلمين ان شاء الله. نتمنى يكون الخير ان شاء الله. اعتبار القدس بان عاصمه ديال الكيان الصهيوني، يعني بحال اعتراف دولي دابا ولا ضمنيا دابا، يعني ولا قرارات يعني تقدر تخلف من مورا واحد المشاكل كبار. واش نقول بالنسبه للمسلمين والدول العربيه، شبه اموات هذوك ميتين هذوك. انا كنشوفها واحد الحاجه، هو العالم المسيحي، شويه بغينا نشوفوا العالم المسيحي باعتبار بان القدس هي مكان ازدياد المسيح، كنيسه المسيح. فيكم المسيحيين؟ فين الارثوذكس الكاثوليك؟ فينكم؟ نوضوا القدس مشات، حاضرين المسلمين والعرب، شوفوا القدس انتم مشات ليكم، هي راه ديالكم.